في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بقلم ودي، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبإيدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. مساء الخيرات، مساء البركات، مساء الفل والياسمين على كل حاجة حلوة، على كل مشاهدين قناة الطريق في كل مكان، عبر الأقمار الصناعية، عبر السوشيال ميديا، عبر فيسبوك، عبر اليوتيوب، عبر كل حاجة. أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة في بداية البرنامج أنا أحب أشكركم جدا، أشكر كل الناس الحلوة والجميلة اللي حاولت تتواصل معايا الوقت اللي فات، الأسبوع اللي فات، وقالها كم يوم كده. بس أنا فعلا بعتذر لكم كلكم، التليفون عندي فيه مشكلة، وبنحاول إن احنا نكون بنشوف الشركة، علشان دلوقتي طبعا احنا في أيام صعبة والكورونا فيروس انتشر تاني بشدة، فبعض المحلات بعض الأماكن أغلقت تماما الوقت دوت، فسامحوني جدا حقيقي 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 غصب عني إن أنا ما كنتش بقدر أتواصل مع حد، لكن أنا فعلا فعلا بشوف، يعني بشوف مثلا مثل كول تجيني من غير جرس، بشوف تليفون اتصال بيجيني من غير جرس، بشوف رسالة تجيني مثلا يعني إيه فين وفين لغاية لما ألاقيها ظهرت، يعني في شوية عطل شوية كده في تليفون، لكن إن شاء الله بمشيئة الرب اللي أنا أكون بصلحها في الوقت اللي جاي، بس سامحوني جدا 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 جدا. بشكر كل الناس اللي كانت بتتابع معايا في الوقت اللي فات، كل اللي سألوا عليا عشان أنا ما طلعتش هوا الثلاث اللي فات، وده كان الشديد القوي. يوم ما بطلعش هوا بيبقى الشديد القوي قوي قوي قوي، فعلا فعلا بيبقى فيه ظروف غصب عني اللي أنا ما كنتش بقدر أطلع معاك. في ناس هتقول طب ايه الظروف، اللي عايز يعرف يكلمني بعد الهواء، لكن في ظروف غصب عني طارئه جدا جدا بيبقى غصب عني. في برنامج يا رب ارحم زي ما احنا كلنا متعودين ان احنا نكون دايما مع بعض من خلال شاشه قناه الطريق، من خلال وجودنا مع بعضينا البعض، انا واثقه ان في ناس كتير قوي بتستنينا. احنا نتاسف كمان جدا جدا التاخير النهارده، احنا ابتدينا متاخر شويه، في ناس ممكن تكون افتكرت ان البرنامج مش هيطلع النهارده، لان البرنامج نشكر ربنا بس زوره برضه خارج عن ارادتنا، ف
فأنا بتأسف جدا 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 اللي حصلنا هوا متأخر النهاردة حوالي تلت ساعة. لكل الناس بقى الحلوة الجميلة اللي بتتابع دايما برنامج يا رب ارحم، ودايما صلواتهم معانا ودعمهم بالصلاة كبير 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 كبير، وأتمنى كمان يكون في دعمهم بالعطاء والحب أكتر وأكتر. جميل قوي احنا كنا بنصلي مع بعض، لكن ما ينفعش صلاة لوحدها، ربنا بيسمع ويستجيب وبيفتح كل الأبواب لا شك من كده، لكن مع الصلاة والصوم بيبقى في حاجة اسمها حركة، بنتحرك تجاه الآخرين. في ناس اتواصلت معانا الوقت اللي فات وقدرنا كبرنامج بنكون بنرد عليهم بمشاكلهم، وفي ناس طبعا يعني طلبنا منهم طلبات فهم ما عملوهاش عشان نكون بنتواصل معاهم اكتر، فسامحونا ما قدرناش نكون طلباتنا ما استجابتش او ما حدش رد علينا. يعني احنا بنسأل أسئلة محددة علشان نقدر نكون بنتواصل مع الشخص اللي فعلا محتاج. كبرنامج يا رب ارحم ليه مصداقية جامدة جدا، وليه حب للناس عميق جدا، ومن هنا أقول لأبعد ما يكون للسنة الجاية حب ملهوش حدود. لكن يا جماعة علشان نكون احنا كلنا مع بعض مشتركين في خدمة واحدة، لكل الناس اللي حابة تكون بتتواصل معنا بتبعت لنا مشاكلهم، بتبعت لنا المشكلة أو الطلب بتاعها، لازم احنا زي ما انتم بتبعتونا احنا كمان بنبعت لكم بنستفسر عن حياة، فلازم انتم كمان تردوا علينا علشان نكون مع بعضينا مع على تواصل أكتر وأكتر ونعرف عن حالتكم أكتر. في الحقيقة الوقت اللي فات أنا اتكلمت مع المراسلين في مصر وكان على قلبنا قوي اللي احنا نكون بنعمل مشاريع صغيرة. أنا عارفة إن في أماكن كتيرة قوي قفلت دلوقتي، في مصانع كتيرة قفلت، في شركات كتيرة قفلت، في ناس عندها مواهب، بمعنى إن كل واحد ربنا مديله وزنة، كل واحد في حياته ربنا مديله وزنة، كل واحد بيفهم في حاجة معينة. ما ينفعش الشخص اللي بيفهم في الحاجة دي يروح لمكان تاني لسه هيكون بيتعلم من الأول وجديد، وأصلا الدنيا مقفولة دلوقتي، حتى مجال التعليم مش موجود كتير دلوقتي. حلو اللي احنا نكون بنتعلم، حلو اللي احنا نكون بنتواصل مع ناس ونفهم منهم أكتر ونتعلم منهم أكتر بس هنقول عشان الوقت دوت وقت صعب، وقت ما فيهوش امكانيه اللي احنا نكون بنروح لحد سواء مراكز نتعلم فيها او مدارس، في مدارس مخصوص لتعليم مثلا الخياطه، في مدارس مخصوص مثلا لتعليم مثلا الكهرباء، في مدارس مخصوص لتعليم النقاش، في مدارس مخصوص مثلا للناس اللي بقول اللي بتشتغل هاند مان، اللي بتشتغل بايديها، اللي بتشتغل في المجال بتاعها او المجال اللي هي حابه تكون بتتعلمه. فعشان في اماكن كثيره قافله دلوقتي فمش ممكن اللي هنكون له، لكن انا حبيت ان انا اكون بعرض على حضراتكم ان في ناس كثيره قوي بتفهم في حاجات كويس قوي قوي، لكن ما عندهاش الامكانيه اللي هي تجيب الحاجه دي، ما عندهاش الامكانيه اللي هي تبتدي مشروع صغير وتقدر تكون بتفتح بيت وربنا يديها رزق من خلاله. فأنا فكرت كتير وقعدت قدام الرب كتير في الوقت اللي فات، وطبعا مع مشاركة طبعا مع بعض الأحبة اللي معانا في البرنامج واللي دايما صبرت معانا في البرنامج بمحبتهم بصلواتهم باشتراكاتهم بكل حاجة. احنا ليه ما نكونش كبرنامج بيقدم حاجة أحلى بكتير؟ ممكن نكون بندي لك بركة جميلة قوية مرة مرتين ثلاثة، لكن احنا كده مش بنساعد، مش بنساعدك عشان تقدر تكون، مع ان دي كويسة قوي اللي هي ممكن تكون بتسند معاك، وده شيء جميل قوي من برنامج يا رب ارحم اللي هو بياخده الخطوة الجميلة دي.
في كل وقت من الأوقات اللي فاتت في البرنامج يا رب ارحم، احنا بنعمل كده طول الوقت، بنوزع بركات على الناس وبنقدم كل حاجة حلوة ليهم اللي هم بيطلبوه بيلاقوا. أي حد يعني ياما مع المراسلين كانوا بينزلوا في الحر، ينزلوا في البرد، ينزلوا في الشتاء، بينزلوا في المطر، بينزلوا في الكوارث، بينزلوا في أي مشكلة بينزلوا. ما فيش أي مشاكل علينا إحنا كبرنامج كمراسلين، إحنا نكون بننزل ونقدم البركات الجميلة دي، وقدمنا حاجات كثيرة قوي في الوقت اللي فات. اللي بيتابع معنا برنامج يا رب ارحم، يا ريت كده تدخلوا كمان لو يقدر المخرج كده بسرعة بسرعة يساعدني يجيب لي كده الويب سايت اللي موجود على الويب سايت بتاع القناة اللي موجود فيه برنامج يا رب ارحم، بس جاست البرنامج يا رب ارحم. اللي عايز يكون بيتابع معنا اكتر من خلال الويب سايت ويشوف برنامج يا رب ارحم الوقت اللي فات بمحبته بكل حاجة حلوة اتقدمت من خلاله ومن خلال كل اخواتنا اللي كانوا على طول ايديهم في ايدين بعض، ايديهم في ايدينا وايدينا في ايدين بعضينا، عشان نكون بنسعد اسر فعلا محتاجة. تقدر تدخل كده من خلال الويب سايت www.atvsad.com، الويب سايت دوت بتاع القناة اللي فيه كل البرامج بتاعتنا، برامج اجتماعية، برامج روحية، برامج ثقافية، برامج كل حاجة هتلاقيها، برامج إخبارية. اهو شايفين حضراتكم، اهو ده الويب سايت اللي موجود على القناة دلوقتي. خليه زي ما انتوا كده شايفين الويب سايت، هو ده اللي انا بتكلم عليه، ده برنامج يا رب ارحم زي ما حضراتكم كده شايفين. حابين تكونوا معانا وتشوفوا وتدخلوا معانا، اهو شايفين اهو ده كل ده البرنامج بتاع يا رب ارحم لكل بقى السنين اللي عدت من 2011. انا افتكر كده ابتدينا البرنامج شهر فبراير او مارس تقريبا 2011، مارس 2011 كان بداية برنامج يا رب ارحم معانا 2011. النهاردة بنتكلم في 2020، بنتكلم النهاردة في 2020، شوف كم سنة عدت، شوف كم سنة عدت. كتير حابين تكونوا بتتابعوا معنا برنامج يا رب ارحم، شوفوا قد ايه ايد ربنا، ايد ربنا الجميلة اللي كنا بنعرض حالتين وثلاثة واربعة وخمسة في الحلقة الواحدة، وكنا بنروح للناس كتير وكنا بنجاهد اكتر واكتر علشان نكون بنسعد ناس كتير، وقدمنا لهم ما بين ناس حبايبي فقدوا اعضاء من جسدهم، فقدوا رجليهم، كانوا بيبعتولنا وكنا بنمارس معاهم المحبة العملية. مش مجرد يا جماعة، يعني عايزة اقول مش مجرد ان برنامج اتحط وخلاص واحنا كلنا بنحبه وقاعدين قدامه بنتفرج، لكن الاحلى والاحلى حلو اللي انت بتتفرج، تتفرج علينا، تتفرج على البرنامج وتشوف الدنيا فيها ايه، بس الاحلى والاحلى اللي احنا نكون بنشترك مع بعض في اللي ربنا يدهوني اكتر، واللي دايما كنت بكلمكم عليه، اللي لازم يكون من هدف من اهداف برنامج يا رب ارحم، اللي هنكون بنعمل او بنحط كده النقط على الحروف اكتر، ونبتدي نخلق مشاريع جديدة لكل حد في البيت. لو حضرتك أو حضرتك في البيت دلوقتي وما فيش إمكانية معاكم اللي انتوا تكونوا بتصرفوا أو الدنيا واقفة معاكم بسبب الفيروس كوفيد 19، كورونا فيروس اللي ابتلى العالم كله، ابتلى بيه، مش قادرين انتوا تكونوا بتعملوا بتشتغلوا أو بتنزلوا،
وناس كتيرة قوي قعدت في بيوتها بسبب هذا الأمر. لكن اتصل بينا قول لنا احنا بنفهم في كذا، انا معايا شهادة بتقول ان انا بفهم في كذا، انا بعرف اخيط، انا بعرف ادهن، اعمل نقاشة، اعرف. من هنا نقدر نكون بنخلق مشاريع جديدة لحضراتكم من خلال برنامج يا رب ارحم. وبنعمة الرب في الوقت اللي جاي، يا رب يا رب يا رب يكون من الاسبوع اللي جاي، نكون بنبتدي في هذه المشاريع الجديدة علشان نقدر نكون بنسعد ناس كتير قوي من خلال برنامج يا رب ارحم. فانت حضرتك وحضرتك اللي قاعدين دلوقتي في البيت وتسمعوني، من حقك اللي انت تكون بتقدم معانا من خلال النمرة بتاعتنا. وممكن كمان تدخل معانا في البرنامج وتقول انا حصل لي ظروف كذا 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 كذا، وانا فعلا محتاج المساعدة ديت لان اكون بعمل مشروع صغير. فدي فكرنا فيها عمليا عمليا عمليا. ده غير طبعا اللي احنا نكون بنروح في الوقت الجاي طبعا علشان بشوية عايزين نروح واحنا مور يعني اكتر، اللي احنا محافظين الوقت دوت طبعا في الزيارات علشان الوقت طبعا انتوا عارفين الدنيا مش سهلة. فبنعمل استعداداتنا اكتر وبنعمل مؤهلاتنا اكتر علشان نقدر نكون بنروح نزور الناس. فانت ممكن تكون من خلال برنامج يا رب ارحم بتدخل معانا على التليفون. التليفون موجود على الشاشة دلوقتي، التليفون موجود على الشاشة صح؟ من خلال البرنامج نقدر نكون بتقدم مشكلتك، بتقدم حالتك، بتقدمي حالتك وتقولي كده انا عايز اكون حد من اللي انتوا حطيته على قلبكم ان انتوا تكونوا بتساعدوا في مشاريع صغيرة. بكلم بقى اصحاب البيزنس اللي لسه موجود، لسه ما اتقفلش، ممكن يكون اتقفل شويه وبعد كده رجعوا باك، وعاملين طبعا احترازاتهم كتير قوي في الموضوع دوت، وعاملين يعني احتياطاتهم عشان الناس ما تتصابش اكتر. ممكن تكونوا انتوا كمان بتدخلوا معانا وتقولوا احنا محتاجين نكون بنساعد في المشاريع الصغيره دي. حضرتك كرجل اعمال ممكن تعمل كده، حضرتك صاحب صيدليه ممكن تعمل كده، في ناس كثيره قوي بتطلب مننا ادويه. انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجه، لكن بمساعدتنا كلنا مع بعضينا هنقدر نعمل احلى حاجه وافضل حاجه نقدر نكون بنقدمها لاولاد الملك، لاولاد الملك. الكتاب كان بيقولوا حيث يكون كنزك يكون هناك قلبك. كنزك فين؟ كنزك فين؟ هل كنزك في العالم في قلبك هيكون في العالم، ولا كنزك مع الرب وازاي تكون بتبني في ملكوت الله، ولا كنزك في نفسك شهواتي وشهواتي وحياتي وكل ما فيا كده انا بعبد نفسي، ولا بتجري عشان تكون في راحة الآخرين؟ حيث يكون كنزك يكون هناك أيضا قلبك. كنزك، شوف كنزك فين هيكون قلبك معايا. والحياة مش مستاهلة، يعني احنا شفنا كتير شركات كبيرة جدا. طبعا عايز اقول لكم على حاجة، هنا في امريكا، مش بس في امريكا، ده في كل بلاد العالم، في استراليا، في كندا، في اوروبا، في كل بلاد العالم. صدقوني شركات من اكبر الشركات اللي بنسمع عنها ونتمنى كده، نتمنى اي حد يتمنى كده يشتغل فيها. وياما ياما 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 يعني نزلت حاجات
شركات سواء لبس او سواء اكل او سواء شرب او سواء اجهزه كهربائيه، شركات كبيره، في لحظه في لحظه في لحظه انهارت. ليه؟ بسبب كورونا فيروس. في لحظه وقعت، في لحظه اعلنوا افلاسهم، في لحظه. ليه؟ في لحظه. يعني الناس كتير تقعد تبني 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 تبني، في لحظه كل حاجه بتتهد، في لحظه. بسبب اي كارثه، ربنا يحفظنا دايما من الكوارث، ربنا يحفظ شعبنا، شعبه من الكوارث. لكن انا عايزه اقول ما نهتمش احنا بنبني او عايزين نبني في العالم في ايه؟ في لحظه كل حاجه تنهار، كل حاجه تقع من غير ما انت كنت تكون اصلا بتدري او بتعرف، في لحظه. فاتمنى كنزنا كنزنا يكون ملكوت الله، والعمل والخير في ملكوت الله. لما يكون كنزنا في ملكوت الله هيكون ايضا قلبنا، قلبنا هيكون في ملكوت الله. لكل حد بيسمعني النهارده يمكن يكون كلام جديد عليك او اول مره تسمعه، بس الرب عايز يكون بيحرك قلبك النهارده، بيقول لك انت مكانك فين، انت عايز ايه، انت بتفكر في ايه، انت ايه اللي انت عايز في الاخر توصل له. حيثما يكون كنزك، ممكن يكون انت بتشتغل وصاحب شركه كبيره او مواصله كبيره، او وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت انت بتخدم الهك وبتخدم سيدك وبتحب وبتقدم تقدم افضل ما عندك لكل الناس اللي موجوده حوالينا. هو ده اللي احنا محتاجينه كلنا نكون بنعمله في الوقت اللي جاي. طيب ناخد التليفون اللي معانا، قناة الطريق. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا مدام رامي؟ نشكر المسيح. حبيبتي اهلا بيكي. عامله ايه؟ انا المرنمه ميمي لوكاس. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. اهلا بيكي يا اختي ميمي، دايما يا غاليه حبيبتك. نسمع كلماتك كده وترانيمك الجميله وكل حاجه حلوه. شكرا يا غالية حبيبة قلبي ومنورة الدنيا كلها. ميرسي يعني. شكرا حبيبتي. دايما 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 يا اخت ميمي انت بركة كبيرة، ودايما دايما دايما في الخير. قولي لي بقى بسرعة كده، ايه الاحوال معاكم دلوقتي في مصر؟ انا بسمع على فكرة من المشاهدين، يعني انا من كتر الاخبار يعني شوية مش بحب اسمع الاخبار كتير لاني بتضايق، لكن بحاول ان اكون بسمعها بقى منكم. الحمد لله يعني، بس برضو يعني عايز كل واحد يحرص يعني، لسه برضو يعني مش بنمشي كده يعني، لازم بنبقى لابسين الماسكات وبرضو الناس بتبقى عامله يعني واخدين بالهم يعني من نفسهم. احلى حاجه اللي احنا نكون بناخد بالنا، مش امان يعني قوي لسه، برضه الجو مش حلو يعني. لان الحالات انتشرت، خلي بالكم. انا عايزه اقول لكل مشاهدينا بقى الحلوين في كل مكان، خلي بالكم اكتر واكتر، لان الحالات ابتدت تنتشر زي الاول ويمكن اكتر. ما يعادل دلوقتي في اسبوع واحد 100,000 حاله عندنا هنا في امريكا. ليه؟ لان الدنيا اتفتحت شويه وبعد كده ابتدى كل الناس تخرج، ومن كتر الاكتئاب بقى اللي كانوا موجودين فيه، فابتدوا ان هم يتفحصوا بقى عن نفسهم ويخرجوا وينتعشوا. لكن الحالات ابتدت تكتر بسبب هذا التسيب، او ما فيش طبعا كنترول شويه عليهم. بس انا بقول طبعا غصبا عن
عن الناس غصب عنهم غصب عننا كلنا. انا من ضمنكم بالظبط، انا زيكم يعني، بيبقى في حاله من الزهق برضو وحاله من الملل، لكن كل ده لاماننا وصحتنا، كل ده علشان سلامتنا احنا وسلامه كل الناس واولادنا كمان، سلامه اولادنا. وربنا يحافظ عليكم يا مدام رانيا غالية يا حبيبة قلبي، محبتكم دايما يا حبيبة قلبي. وليه بقى أخت ميمي انت ساكنة فين في مصر؟ في المهندسين. في المهندسين، أهلا وسهلا بيكي، وكل حاجة تمام، كل الدنيا في القاهرة تمام؟ خلاص، والكنائس فتحت خلاص يعني، بس برضو الفيروس موجود يعني، والحالات في زيادة يعني، عارفة الأول لما كان في حظر وكان في برضو الأعداد ما كانتش زي كده. عندك حق، عندك حق، الأعداد فعلا ابتدت تتزايد، وده اللي احنا بنسمعه يوم بعد يوم. ربنا يرحمنا يا رب. يا رب يا أختي ميمة، على قلبك تقول لنا عدد عدد وقرار النهاردة من ترنيمة رب حطها على قلبك؟ هو ممكن اقول ترنيمه انظر للي عملته عشانك يعني، لو ينفع اقولها كلها ولا الوقت مش هيقضي يعني؟ هو هي يعني ممكن عدد او عددين عشان نقدر نكون، علشان نقدر نكون يعني في كل مره كده ممكن نسمع منك بقى يعني. عشان الوقت، عشان وقت حضرتك، عشان ما اطولش عليك. لا يا حبيبتي، احنا يزيدنا يعني شرف حبيبتي اللي احنا نكون. شكرا يا حبيبتي اللي احنا نكون بنسمع صوتك يا اختي ميمي، انت بركه كبيره. والترانيم بتتذاع صح؟ احنا قلنا من الساعه 4 ل 5، من 4 ل 5 كل يوم. كل يوم، كل يوم، بس بس هي بتيجي ممكن عظات في الوقت ده، فممكن برامج يعني ممكن يتاخر شويه يعني، في يعني مش بتبقى الفقره كلها من 4 ل 5 ترانيم، بس ترنيمتي انا بتيجي كل يوم. يعني ممكن تيجي ترنيمتي انا بس يعني، من 4 ل 5 في الوقت ده تيجي ترنيمتي او ترنيمتين بس. طيب نحاول بقى نكون بنقاط. انا عارفه الناس كثيره قوي بتحب تكون بتسمع الترانيم، انا عارفه. الوقت دوت الناس بتبقى مستنياه طبعا. يعني انت قلت لي وحد تاني كمان قال لي اللي هم يعني قد ايه هم يعني اكسايتنج قوي اللي هم بيسمعوا ترانيم في الوقت ده. طبعا، ما هو الوقت الترانيم بصراحه جميل يعني، الواحد بيشعر كانه في السماء يعني. انت عايش بالظبط، انت عايش روحي. انت عارفه لما اكون انا متضايقه او مثلا حصل كده حاجه مضايقتني شويه، اروح بجري على طول واسمع ترانيم. الواحد بيرتاح جدا يعني، قلبه بيفرح قوي. دي حقيقه، لا وانتوا بركه كبيره يا مدام رانيا يعني. ميرسي حبيبه قلبي، ربنا يزيدكم في النعمه دايما، وانتوا معانا، انتوا اللي بركه كبيره، وربنا يكون معاكم اكتر واكتر ويفتح كل الابواب قدامكم بنعمه المسيح. امين. اتفضلي يا اختي ميمة نسمعك بقى. شكرا يا زينب. اسمعي ماشي حبيبتي. ماشي. انظر للي عملته عشانك، على الصليب انا خدت مكانك، انظر للي عملته عشانك، على الصليب انا خدت مكانك، كنت بعاني وانت الجاني، كنت بعاني وانت الجاني، علشانك انا هان عليا، علشانك انا هان عليا، القيامني لهم عليا، وانا ادي المسؤولية، القيامني لهم عليا، وانا ادي المسؤوليه. ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ده انت ابني وغالي عليا، ده انت ابني وغالي عليا، ليه بتفكر اني
تفكر اني بعيد وليا ابن الهم يزيد. رضيت يا ابني افديك بدمي، رضيت يا ابني افديك بدمي. انظر يا ابني جروح ايديا، انظر يا ابني جروح ايديا. القي يا ابني الهم عليا وانا قدي المسؤولية. القي يا ابني الهم عليا وانا قدي المسؤولية. ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ده انت ابني وغالي عليا، ده انت ابني وغالي عليا. وعدتك اكون وياك ليل ونهار عيني بترعاك. وعدتك اكون وياك ليل ونهار عيني بترعاك. انزع همومك وازل عيوبك، انزع همومك وازل عيوبك. ضمن سلامك يا ابني عليا، ضمن سلامك يا ابني عليا. القي يا ابني الهم عليا وانا قدي المسؤولية. القي يا ابني الهم عليا وانا قدي المسؤولية. ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ده انت ابني وغالي عليا، ده انت ابني وغالي عليا. الله 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 حبيبه قلبي. اختي ميمي انت بركه كبيره قوي، ودي رساله ربنا قوي لكل شخص بيسمعنا النهارده. عندك هموم، عندك اتعاب، القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه. سيب المسؤوليه بتاعتك لصاحب السلطان، صاحب القوه، هو الرب يسوع. الترنيمه دي جات له في وقتها حقيقي، وبقول مرتين دي رساله لكل شخص النهارده تعبان. تقدر النهاردة تلقي المسؤولية كلها على واحد بس يقدر يكون بيشيلها. لو حطيتها على بشر هيقولوا اه مش قادر، ولو حد استحمل يوم اتنين تلاتة مش هيستحمل الباقي. لو حد شالك يوم، اسبوع، شهر، شهرين، تلاتة ممكن يمل، لكن مفيش حد بيقدر يكون بيشيل بجد وحقيقي غيره، هو اللي يقدر يكون بيشيل كل حملك. هو قد المسؤولية. والترنيمة الجميلة اللي سمعناها من الأخت ميمي دلوقتي حقيقي حقيقي دي رسالة حقيقية لكل شخص النهاردة عايز يكون بيسمع صوت ربنا أكتر وأكتر النهاردة. كل الناس الجميله بقى اللي متابعينا من خلال الفيسبوك، انا بشكركم جدا لمتابعتكم من اجل محبتكم. اخي جوزيف مكرم، اهلا وسهلا بيكي اخي جوزيف، مساء الخير. اختي رانيا ولكل المستمعين، يا رب ارحم، اهلا بيك، ربنا يبارك فيك يا اخي جوزيف، انت بركه كبيره. في الاخت شاديه، صلاتي من اجل اختي مرسى بالشفاء، امين في اسم يسوع، هنكون بنصلي لها دلوقتي شفاء من اجل اختي مرسى باسم يسوع. يا رب يا رب شفاء شفاء يا رب. انا بحط الان بينك يا رب بين ايديك الاخت مرسى، انت
تقدر انت تروح لها بزيارة خاصة جدا، تروح يا رب تطمن قلبها وتديها سلام جواها وتشيل عنها يا رب كل مرض، كل مرض يا رب، وكل حاجة يا رب ممكن تكون يا رب مسببة لها حزن وتعب فيها جسديا يا رب. الآن الآن يا رب انت عارفها وعارف شكلها وموضوعها، عارف كل حاجة عنها، انت بإيديك الحنينة يا رب تقدر توصل لها النهاردة، وتقدر يا رب تكون بتديها على حسب سؤال قلبها. يا رب بنتحد كلنا جميعا، كل مع كل مشاهدين قناة الطريق في كل مكان، بنتحد بصلاة خاصة النهاردة توصل لأختنا مرسى. يا رب شفا 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 يوصل الآن، ليك كل المجد في وسطينا آمين. أشكر جدا يا أختي شادية من أجل محبتك، رب يباركك حبيبة قلبي ويبارك خدمتك ويبارك كل حاجة حلوة، ويباركك ويستخدمك أكتر الأختي شادية. ربنا يخليك يا حبيبتي يا أطيب حد، ربنا يباركك. ده كلنا كلنا أولاد يسوع. بشكر كل الناس اللي متابعة معانا، بشكر ربنا جدا من أجل كل الناس اللي بتسأل علينا. طيب في حد كتب كده، أخ أيمن، أخ أيمن كتب لنا كده بيقول كده: لو عند حد موضوع مهم معطوف فيه وظروفه على قده، ممكن محامي إداري يتبنى القضية؟ طبعا احنا برنامج يا رب ارحم هنا بنناشد كل الناس، ياما في محاميين جدعين ولاد الرب بجد بيحبوا الخدمة قوي قوي قوي. في برنامج يا رب ارحم ياما بعتولنا وياما مسكوا حالات معانا. في دكاترة كمان نفس الحكاية، في ناس كتير قوي اتبنت حالات في برنامج يا رب ارحم. ليه لأ؟ ان احنا بنناشد دلوقتي محاميين، يا رب وانت بتسمعني كده تكون محامي وتتبنى قضية، القضية اللي بيكلم عليها الاخ ايمن مكرم. طيب اخ ايمن ممكن حضرتك يعني تبعت لنا على الفايبر، على الفايبر الحالة بالظبط ورقم تليفون الحالة اللي انت عايز يكون حد يتبنيها، علشان زي ما قلت يا جماعة في ناس بتطلب حاجات بس مفيش تفاصيل، محتاجين نكون بنعرف التفاصيل واحنا بنسأل. انتوا بتتصلوا بينا او بتكلمونا وبتقولوا مثلا الحالة بتاعتكم، لكن احنا نسأل على حاجات تانية ومفروض برضو احنا نسمع اجابة منكم. فاتمنى من الاخ ايمن مكرم، اخ ايمن لو سمعني دلوقتي حضرتك بسرعة تروح تبعت لنا رسالة على الفايبر بتاعنا، الفايبر موجود على الشاشة، ماشي هاخد التليفون. طيب ناخد تليفون كان الطريق ايه رقم؟ الو 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 ايوه قناة الطريق، ايوه قناة الطريق حبيبة قلبي اهلا بيكي. انا من نت بتصل ما حدش ردد عليا، لكن انا سعيدة قوي ان التليفون ترد عليا حبيبة قلبي، واحنا سعداء قوي يا امي. انا مماجد، اهلا بيك يا ام ماجد. بتكلمينا ام ماجد من اسيوط، من اسيوط احلى ناس، احلى أنا ناس ام ماجد، احلى ناس يا ام ماجد حبيبه قلبي. احنا قاعده فيكم وبامشكم يا رب ارحم، واحنا كمان برنامج يا رب ارحم. برنامج يا رب ارحم معاكي يا ام ماجد، اتفضلي يا حبيبه قلبي. معاكي ام ماجد، معاكي معاكي على الهوا حبيبتي. أنا عاوزة تلبس صلاة، إني كشفت على رجلي كتير مش لاقي دواء لرجلي يا حبيبتي، المفاصل بتاعت رجلي
كتير مفاصل. مفاصل رجليكي؟ الو ايوه معاكي معاكي يا ام ماجد. مفاصل رجليكي انت محتاجه صلاه علشان ربي يشفي رجليكي. انا عايزه ربنا يتمجد ويعمل معايا معجزه. امين يا حبيبه قلبي الرب صالح يا ام ماجد. انا عايزه معجزه تحطوني في الصلاه ربنا يعمل معايا معجزه يا رب. وانا احب مع البرنامج على طول وما بعدش عن البرنامج ابدا. انا من زمان معاكم وكنت كان عندنا في الكنيسه اخو الاستاذ جوزيف كان اخوه مرنم كان معانا. ايوه فاصيل كان بيجي جيران حبيبه قلبي صح حتى نسيت اسمه. ايوه كان بيجي عندنا في كنيسة الكرازة. أنا عايزاكم تصلوني. هنصلي أيوة معاكي. في شارع تكسير من البترول. أيوه حبيبتي يا أم ماجد. هنصلي معاكي دلوقتي يا أم ماجد. عندك إيمان يا أم ماجد؟ ده أنا مؤمنة قوي. ويده بتسمعي من ورا الستار عياني عمري كله يا حبيبتي. استنت بتجارب كتيره والرب ما سابنيش. نفسي ترد عليا انا سدكت يا حبيبه قلبي. واحنا راضين عليك اهو. انتي قمر يا ام ماجد. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. احنا راضين عليك اهو. راضين عليكي مش مني احنا في حاجه كويسه ليس فينا شيء صعب. كان حاجه كويسه من الرب هو اللي بيحيينا وهو اللي بيعمل فينا. يا رب يا ام ماجد انت كلامك حلو قوي والرب اكيد 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 في وقته يسرع به هيسمع ويستجيب. هنحط ايماننا مع بعض وصلاتنا مع بعض وامين الرب هيكون بيغير لك النهارده مفاصلك. نعم انت كنت الساعه كام كل يوم النهارده الثلاث بتيجي من الثلاث. انا مش عارف بتصل كتير ما حدش بيرد عليا. لا احنا البرنامج بتاعنا كل يوم ثلاث الساعه 9 بالليل. طيب ده انا استنى اقعد عند التلفزيون استنى اسمع. حبيبه قلبي انت بركه كبيره يا ابي. حبيبتي الخط قطع ولا ايه؟ انا عايزه اصلي معاها. الخط قطع يا ام ماجد. يا ام ماجد اتصلي بينا حاولي تكلمينا تاني واحنا هنحاول نكون بنكلمك. انا عايزه نتصل بيها عشان انا عايزه اصلي معاها. حبيبتي محبة المسيح حبيبتي هي اللي بتجمعنا كلنا حوالين بعضينا ويا رب يا رب تكوني دايما بتتابع برامجنا مش عارفة اقول ايه. محبتكم كبيرة قوي واحنا كمان بنحبكم قوي. طيب انا عايزة بس اتواصل مع ام ماجد عشان اصلي معاها. طيب خلاص لما تكون معانا. قلب صلاة من أجل من نادية. أمين يا حبيبتي. أخت نادية لو أنت موجودة معانا دلوقتي على الشاشة لو بعتت لنا طلبة الصلاة دي هنكون بنصلي معاكي دلوقتي يا أخت نادية. وهنكون بنصلي برضه لأم ماجد عشان مفاصل رجليها. هنصلي لأخت نادية وهنصلي كمان لحبيبتي أم ماجد. أم ماجد معانا؟ طيب أوكي أم ماجد حبيبتي. ايوه الحمد لله على السلامة. انا يا حبيبتي. طيب يا رب دايما. طيب حبيبة قلبي انا عايزة نعم متعلميش بجد فرحة قد ايه حبيبتي انا وصلت لكم وردت عليا يا حبيبة قلبي. واحنا كمان يا ام ماجد يعني بنموت فيكم
رحت مرددك عليا بجد، واحنا كمان فرحانين قوي 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 اللي احنا ردينا عليكي وسمعنا صوتك. قلبي بيزغطط كده لما انت رديتي عليا يا حبيبه قلبي. فرحانه بيكي وانا كمان فرحانه بيكم. يا رب يخليكم ليا دايما، يخليكم لينا كده ولقناه الطريق دايما. وانتوا كمان بتصلوا لنا صح؟ انتوا كمان بتصلوا لنا، حطوا قناه الطريق معاكم. الرب يكون بيفتح كده الابواب باسم يسوع. طيب ربنا يشدد كل اللي على في القناه، ربنا يشدده يا رب، ما كلنا ندفع في القناه، ويدي كل فقير ومحتاج لمجد اسمه يا رب. لكل حد بيطلب طلبة صلاة النهاردة ياخدها باسم يسوع ورب يستجيب عليها. يا رب أنا بحط بين إيديك يا رب أم ماجد دلوقتي في مكانها يا رب، في المكان يا رب اللي هي قاعدة فيه دلوقتي. أنت تقدر أنك تكون بتلمسها لمسة شافية يا رب، مفاصل رجليها مش يا رب. أنت ملكش حدود، أنت كلمة واحدة منك تقول كن فيكون، بلمسة من هود بثوبك يا رب. احنا نلمس النهاردة هود بثوبك يا رب، روح لها بلمسة خاصة يا رب على المكان يا رب اللي هي موجودة فيه دلوقتي، وهي قاعدة سواء على الكنبة، قاعدة على السرير، قاعدة في الصالة، قاعدة في الأوضة. انت توصل لها بمحبتك يا رب، وتوصل لها وتمد ايديك الشافية الآن على ركبتها، على مفاصل رجليها، وتديها يا رب مفاصل جديدة خالص. أنت تقدر تعمل كده، تغير لها كل المفاصل بتاعت رجليها. تقدر تديها يا رب رجلين جديدة، تقدر تكون بتمشي وتخدمك وتمجد اسمك القدوس في كل مكان تروحه، وتشهد بأنك إله عظيم وأنت شفتها شهادة حية. يا رب أنا بصلي كمان لأختنا نادية يا رب اللي عندها السكر، يا رب روح لها الآن بلمسة شافية من عندك يا رب. أنت تديها سلام، تديها أمان، تديها شفاء يا رب. روح لها الآن في اسمك القدوس يا رب. أنت تقدر بلمسة واحدة تقول للمرض ابعد فيبعد، تقول انتهي يا مرض فينتهي تماما، لانك انت الهنا الحي القدوس. اشكرك يا رب لانك انت صالح الى الابد رحمتك، وبتسمع وتستجيب لينا على كل طلبة بنحطها امامك في عرش النعمة يا رب. يا رب يا رب نكون بنسمع احلى الاخبار يا رب في الوقت الجاي، يكلمونا ونسمع يا رب معجزات يا رب. زمن المعجزات ما زال موجود، وبنسمع كل يوم معجزات بتحصل. عايزين نسمعك، وعايزين نسمع معجزات من اخواتنا في الوقت اللي جاي، ويشهدوا عن مجدك وجودك في حياتهم. خير 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 يعم على البلد كلها وعلى الناس كلها باسمك يا رب. دي كل المجد. آمين آمين آمين. حبيبتي أخت ماجد، أم ماجد معلش الخط قطع مننا، لكن إحنا صلينا لك حبيبة قلبي يا رب تكوني سمعت الصلاة، ومتحدين كلنا مع بعض علشان بقوة إيماننا كلنا هناخد البركات وهناخد الشفاء بنعمة المسيح. بشكر كل الناس الحلوة الجميلة اللي بتتابع معنا. طيب لو رحنا بسرعه كده في سفر الامثال، وده من الاسفار الجميله قوي في الكتاب المقدس اللي انا بحبها قوي، بحب دايما اتامل فيها واقعد قدامها كده وانا بقرا فيها وبتامل في الكلام الجميل. احنا عندنا امثال في العالم، وفي يعني بعض الوقت اللي انا بقول لكم فيه امثال في العالم، وبعض الوقت اللي انا في بعض الأمثلة اللي بحبها. لكن أمثال الكتاب المقدس لها طعم بشكل تاني خالص. دي كلمة الله، كلمة الله. فكلمة الله هي وعد لينا، كلمة الله هي وصية
علينا ازاي نكون بنعمل بيها. فالوصية دلوقتي اللي انا هقولها لحضراتكم في سفر الامثال الاصحاح رقم 19 عدد 17 بيقول كده: من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. من يرحم الفقير يقرض الرب. طيب حاضر، ناخد التليفون اللي معانا قناة الطريق. الو، سلام المسيح اختي المباركة. سلام المسيح حبيبتي. سلام ومحبة. سلام ومحبة عليكم يا رب دايما يا رب خير وبركة. يا جميلة يا حبيبة قلبي، اهلا بيكي اختي شادية. وحشتيني خالص خالص خالص، عايزة اطمن عليكي صدقيني. حبيبة قلبي انا كويسة، نشكر الرب حبيبتي، نشكر ربنا. بس المشكلة بس شوية معايا في التليفون ده، محتاجة يعني اغيره تماما. معلش ربنا هيتدخل. يا رب يا رب. صدقيني انت عامله ايه حبيبتي؟ نشكر ربنا وانت كمان حبيبه قلبي، سلمي لي عليها قوي 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 قوي. سلم عليكي خالص، انت مباركه. انا وحشاني خالص، وحشتينا خالص. الرب يباركك وبارك خدمتك ونوكل الرب القدير. يا رب يا حبيبتي، وانتوا كمان. وانتوا كمان يا رب. وعلى بيتك يا رب كده، ويتمجد الرب في الوسط يا رب، يا رب. دايما يا رب. طول ما انتوا بتصلوا لنا احنا هنفضل دايما كويسين. صدقيني على طول يا اختي، انت عارفه غلاوتك عندي. طبعا طبعا. وشكرا لصلواتك الاختي مرسى. في وقت ممكن اصلي ولا؟ ممكن طبعا حبيبتي، اتفضلي يا اختي شادي. طبعا يا رب احنا جايين نشكرك يا رب يسوع، ونشكرك من كل اعمار قلوبنا. نعظمك ونباركك لانك انت القدوس والعظيم يا رب. نشكرك يا رب على وعودك الصادقه يا رب يسوع. انت صادق يا رب يسوع وبصدق فيه. نعم يا ابويا الطيب، بنحبك يسوع. شكرا ليك يا ابويا الطيب. انت قلت من اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي انا في الوسط. نعم. يكفينا شخصك وارادتك والمحب القدير العظيم هو الرب القدير. نعم يا ابويا، لانك انت يسوع القدير، انت فرحتنا. نعم. انت حبيبنا. انت الرب اللي اتجرحت على الصليب عشاني وعشان انا اعيش يا رب يسوع. نعم إرادتك يا أبويا فوق كل شيء، عايزين مشيئتك يا رب يسوع. نعم يسوع الغالي، أنا بحط أمامك، معلش يا أخويا الغالي يسوع، بحط أمامك أختي مرسيل يا رب إنك تلمسها لمسة شفا بإيدك القدير العظيمة. شكرا ليك لأنك أنت تروح تسرع إليها يا رب يسوع على جسدها، لمسة من عندك بهب ثوبك زي ما لمسنا جثة الدم. نعم يا ابويا في الحال يا رب الظهر استجابتك فيها. نعم يا ابويا احنا مستنيين وعودك. نعم. انت اللي بصدق فيك يا رب يسوع في كل شفائك في كل حاجه يا رب يسوع. نعم يا قدير يا عظيم، بركات الروح القدس يا رب يسوع تظهر في بيتها يا رب يسوع وتكون تتمجد عليها. حط ايدك عليها انت الطيب. يا رب انت حنين. نعم يا ابويا الغالي، نعم يا ابويا انت بنعتز بيك يا رب بكفاك. نعم يا ابويا مفيش غيرك، انت الطبيب والحبيب والرفيق، وانت نعم. اللي بتكفي من كل حاجه يا رب يسوع، لكل السلطان ولكل الحب. نعم يا ابويا الطيب، شفاء عاجل يا ابويا بادواتك المطبله يا ابويا الغالي. لو احترت الاطباء انت الطبيب الشافي، انت اللي لا يحصل عليك امر يا ابويا الطيب. بشكرك وبشكر وعيدك لينا. اتدخل يا ابويا في الوسط يا ابويا الغالي، انت الشمعة المنيرة في حياتها وطريقها. اديها المجد واديها الفرح، ما زلت تكون ممجدة عند صليبك يا ابويا الغالي. نعم يا ابويا اتدخل يا ابويا، انت المسها لمسة شفا يا ابويا الغالي. بحبك، بحب كل صفاتك الحلوة الجميلة اللي بتجمعنا بصفتك ومحب قلبك الطيب. نعم يا ابويا، زيارة خاصة لأختي اللي كانت اتفكرت دلوقتي يا رب وقالت إن أنا موجوعة من رجليها يا رب يسوع. يا رب. أنت تسرع لكل قلبها يا رب يسوع، تشفيها شفاء عاجل وخاص يا رب يسوع.
نعم يا رب يسوع بلمسه منك تشفي كل مريض محتاج لك يا ابويا الطيب. يا رب يا رب امين 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 والرقيق يا ابويا. نعم من ناس غيرك من ناس غيرك انت دوانا. نزل يا رب دواء من السماء يا رب يسوع ويشفي بلادي والكره الارضيه يا رب يسوع. اتدخل يا ابويا سامحنا على كل اوجاعنا وكل حاجه وحشه من انتهى الابليس يا ابويا الغالي. نعم يا ابويا لو كانت في اوجاع انا واثقه فيك انك انت تتدخل بمجدك ومسيحك. مجدك يا رب مجدك يا رب اسمك يا رب. نعم يا ابويا وحياتك يا ابويا تدخل في الان بحط كل حاجة أمامك أمام صليبك أمام حبك الغالي. اتدخل في بيتهم يا رب يسوع. اتدخل على أولادهم يا رب يسوع. هتكون أنت الطريق والحق والحياة مفيش غيرك. أنت شافي القلوب أنت شافي قلوبنا يا رب يسوع. طهرنا طهر قلوبنا من كل شر وشفي شر يا أبويا الغالي. بنحط كل حاجة أمام صليبك أمام حبك يا أبويا. نعم يا ابويا الغالي. زياره خاصه لاختي رانيا يا رب يسوع. انت عارف كل انات القلوب يا ابويا. اديها المجد والصلاح من قوه لقوه والمجد المجد للامام دايما تخدمك وتعليك وتنفعك لانك انت اب تستاهل يا ابويا كل حاجه يا رب كل خدماتها. نعم يا ابويا. نعم زور اولادها يا ابويا تكون مغطيهم بدمك الغالي. نعم يا ابويا. زياره خاصه للدكتور جوزيف يا رب تحميه بدمك الغالي. نعم يا ابويا تجيبه بالسلامه يا ابويا الغالي. امين يا رب امين. الوقت يا رب يسوع القناه يا رب عزتها بقلبك الطيب. نعم يا حنين يا جميل يا لكل المعتز بيك ومعتز بجلستك معانا. نعم انت السامع الطبيعي في حياتنا وفي قلوبنا. هللويا. نعم يا ابويا بحبك يا اللي خدتك نصيبي. بحبك بحب فيك كل صفاتك الحلوه كل مشتهيات العالم من قعده معاك غيرت فيا وغنت قلوبنا غيرت فينا كل شيء. هللويا هللويا. نعم 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 يا ابويا مفيش غيرك نسبح لك ونمجدك الوسط. مفيش غيرك بننتهي كل حاجه يا ابويا قدام شخصك. نيجي شخصك انت المريح انت مريح السعاده. انت اللي قلت يا رب تعالى ليا يا جميع المتعبين وتقليا الاحمال وانا اريح بالكم. نعم يا رب اسمك يا رب. المسيح مفيش غيره اللي هو بنتجرب على الصليب. نعم نعم سامحنا يا يسوع. سامحنا يا سيدنا بنعمل حاجه وحشه ما فيهاش بيك يا ابويا. انت غير علينا يا رب يا رب. امين امين. نعم كسر كل قيود يا رب يسوع على كل واحد يا رب يسوع من اولادك يا رب. كل مشتهيات العالم يا رب يسوع تشيلها من على جسدنا. ادينا مشتهياتك الحلوه الجميله نفكر فيها. نعم يا ابويا صلاح ادينا نفكر في محبتك تسابيحك الحلوه. املا قلوبنا واملا بيتنا. شكرا ليك لك. امين يا رب. انت الخير والبركه والمحبه والسلام. امين امين. الو امين يا اختي شادية يا حبيبه قلبي. بصلاتك ملت قلوبنا وملت بيوتنا ملت بيوت كل المشاهدين. ربنا يباركك حبيبه قلبي دايما يا رب بالخير والبركه. الخط تقريبا قطع معانا بس صلواتك ملت حياتنا. ربنا يخليك لينا يا اخت شادية. اشكرك لان كمان صليتي لام ماجد وصليتي للناس الجميله اللي بعتوا لنا طلبات صلاتهم عشان نكون بنصلي لهم. اتمنى اتمنى من كل القلب يا حبيبتي ان الرب يكون بيسمع ويستجيب في الوقت الجاي اكتر واكتر. في امثال سفر الامثال اصحاح 19 من عدد زي ما اتكلمت معاكم من شويه وصيت الرب لينا في عدد 17 من يرحم الفقير يكرد الرب وعن معروفه يجازيه. الرب يقدر يكون بيجازي كل واحد شايف قلبه ازاي يكون بيشتغل في خدمة الرب ازاي يكون بيعضد كل فقير ومحتاج. ومن يرحم من يرحم الفقير يكرد الرب. يا بختيك يا بختيك يا بختيك لو عملتي كده. يا بختيك لو في الرحمة اللي جوانا تكون بتنتشر اكتر وتطلع اكتر في عمل الخير للي حوالينا.
تعالوا بسرعه نطلع بالفصل اللي جاي مع الترنيمه اللي جايه. وانا بعتز قوي بالترنيمه دي، كلمات والحان زوجي الغالي الكس جوزيف نصر الله. انا بشكرك جدا، كلمات جميل قوي هو عملها من فتره على فكره، بس الكلمات دي موجوده معانا تليفون. طيب ناخد تليفون قبل الفاصل. قناه الطريق يا رب ارحم. الو 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 الو، مساء الخير. مساء النور يا دكتور، اخبارك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ مين معايا؟ ابرام معاك. اهلا بيك يا اخ ابرام. عامل ايه يا اخ ابرام، ايه اخباركم؟ طمنونا عليكم. والله تمام. عاملين ايه اخباركم؟ تمام نشكر ربنا. كيف اخباركم انت؟ الحمد لله نشكر ربنا، يعني طول ما احنا بنسمع صوتكم احنا كويسين، وطول ما انتوا كويسين احنا كويسين برضو. معايا اخ ابرام. الخط قطع. طيب معلش، ممكن تعاود الاتصال بينا؟ هنروح بسرعه بالفاصل اللي جاي. وانا بعتز جدا قلت لكم بالترنيمه دي لان كلماته والحانه زوجي الغالي جوزيف نصر الله. انا بشكرك جدا جدا، كلمات فعلا جميله قوي. الرب صالح. ايوه هو الرب صالح ده بالتاكيد، الرب صالح. تعالوا بسرعه نروح للفاصل اللي جاي. معنا رجع. طيب اوكي، رجع معانا الاخ ابرام تاني. اهلا بيك يا اخ ابرام. اهلا دكتور. ايوه يا اخ ابرام، الله يخليك. كيفك دكتور. عامل ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ عاملين ايه؟ نشكر ربنا. كيف اخبارك؟ نشكر ربنا دايما بالخير والبركه. شكرا لمتابعتكم دايما للبرنامج ومحبتكم الكبيره. بتصلوا لنا؟ الله يخليك دكتور. بتصلوا لنا؟ احنا عايزينك انت تصلي لنا وتشكرنا. واحنا انا على طول على فكره انا كاتبه اساميكم على طول يا ابرام معايا في صلاتي في خلوتي في كل وقت، ابرام وميري، ابرام وميري على طول. ودلوقتي بقى حطينا اخت ناديه رب باسم يسوع يتمجد معاها بالشفاء، وكمان ام ماجد، وكمان الاخت مرسى والاخت مرسي، كل الاحبه اللي طالبه صلاه انا بحطهم دايما في صلواتي في خلوتي. ربنا يخليك. كن دايما بنصلي على طول. على طول. ربنا يدينا على طول طفل يعني الرب يكرم. انت متاكد؟ عندك ايمان؟ عندك ايمان؟ عندك ايمان يا ابرام ان ربنا هيدي لك؟ ربنا عنده كتير، عنده كتير، بس عايز شويه صبر وخلاص. بالظبط. انت عارف اللي احنا مره عملنا حفله كده الحصاد، حصاد القناه عشان حلقات عن الفاندريز وكده، ازاي نكون بنكرم الرب بعطايانا. فكتبنا كده العنوان دوت وكان عليه ترنيمه عنده كتير. معانا التتر عندنا الترنيمه دي بالظبط، عندنا الترنيمه دي ايه؟ طيب نبقى نحطها بعد كده، بس عنده كتير الرب، عنده كتير. والكلمه دي انا عمري ما هنساها ابدا، لان كانت فعلا عنوان حلقات حفلات لقناة الطريق، كانت من أروع الحفلات اللي احنا قدمناها. عنده كتير دي كلمات كتير. كلمات وألحان برضو زوجي الغالي جوزيف نصر الله، كانت ألحان كلمات. عنده كتير الرب إلهنا، عنده كتير الرب إلهنا. وخلي الدكتور جوزيف كده يذكرنا بصلوات. حاضر حاضر هقول له صدقني على طول، وهو أكيد كمان بيسمعك دلوقتي وباسم يسوع الوقت جاي نسمع احلى الاخبار منكم. يا رب يا رب يا رب تيجي المره الجايه كده وقول باسم يسوع الرب فتح الباب باسم يسوع كده، وفي طفل جاي والحياه هتبقى سعيده جميله كده باسم يسوع. عندك ايمان كمان ممكن تسميه المولود قبل ما يجي. الايمان الايمان لو لكم ايمان كمان. طب ده الايمان قوي جدا. هو شفت بقى، شفت بقى الرب قال لي، الرب قال لي لو عندكم ايمان مثل حبه الخردل قول للجبل ينتقل فيطرح في البحر ينتقل. صح. الايمان الايمان. امين يا اخي ابرام. سلم لي على حبيبتي كتير قوي ميري وكل الاسره حبايبي، وخلي بالكم من نفسكم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. خلي بالكم بليز من نفسكم.
بصلي لوالدتي كده ان ربنا يحوش عليها. يا رب. والدتك اسمها ايه بقى؟ اسمها حنان. 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 امين باسم يسوع. هكون برضو بحطها في خلوتي وبصلاتي حنان. ربنا يخليكوا دايما خير خير وبركه. وميرسي قوي على سمعت صوتك تاني ودايما كده متابعين معانا البرنامج وبتصلوا. بركه والله دكتوره منك والله. انتوا بركه. ربنا يخليك لينا يا ابراهيم. ربنا يخليك. ميرسي لمحبتك. ميرسي لتليفونك. يلا بسرعه نروح للفاصل اللي جاي مع الترنيمه الجميله وارجع لكم بعد الفاصل. استنوا. سماك الخليقة والكون سجاد البهاء ليك الثناء انت الرجاء انت الهدى ليك الجلال انت ابرع جمال اصعب موت وهبت الفداء اسمك مشير رب وقاضي بهديك سجودي طول المدى اسمك يا ربي صالح للأبد ملامحك أحلى الملامح قلبي عباد انت الاله الخالق والكل حمام قدامك الخليقة والكون سجاد حبيبي انت يسوعي انت حبيبي انت يسوعي انت جوا القلب محفور اسمك يسوع. ورجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا من اقوى الترانيم اللي اتعملت في الحقيقه في قناه الطريق كلمات والحان وترنيم زوج الغالي جوزيف نصر الله. انا حقيقي فخوره جدا بالكلمات قوي والصوت الجميل ده حقيقي مش عشان زوجي ولا صدقوني بس علشان حقيقي في لمسه كده في الكلمات نفسها. شفتوا كمان الفيديو كليب المعمول الرب الهنا صالح حقيقي لان شفت قد ايه لما الجموع الخمس خبزات والسمكتين الرب باركهم وبقى الاف خمس الاف خمس آلاف من الرجال ده حتى ما ذكروش ولا نساء ولا الأطفال. ده بيفكرنا بعمل الرب صالح. ده بيفكرنا بالمعجزات اللي الرب عملها. يقدر الرب النهاردة يعمل معاك كمان انت كمان معجزة. يقدر يعمل معاك معجزة بالطلبة اللي انت حطيتيها قدام الرب النهاردة. لا يستحيل على الرب شيء. خليك عندك إيمان وثقة ان لو ما تحققش النهارده هتحقق بكره، لو ما تحققش بكره هتتحقق الوقت اللي جاي. الثقه الثقه ما نلومش ربنا ما نعاتبش عليه ما نقولوش انت فينك يا رب بنخاف ونترعب من اللي هيحصل. خلي ثقتك دايما فيه وهو اللي هيكون بيحميك اكتر واكتر. في الحقيقه جات لي مشكله عن بنت اسمها مارينا. مارينا دي بعتت لي المشكلة في الحقيقة مشاكل كتيرة قوي بستقبلها لكن مش هقدر طبعا اكون بقولها كلها
قدام حضراتكم عشان وقت البرنامج، لكن مارينا كده طلبت في رسالتها ان انا اكون بسمعها قوي. بنوته صغيره عندها 25 سنه، هي مخطوبه وبتقول كده الحاله الماديه عندها مش 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 كويسه خالص، الدنيا صعبه معاها، وهي عليها حاجات وخطبها عليه حاجات، زي ما احنا كلنا عارفين كده لما يكون البنت راحة تتجوز لازم تتجهز، والولد بيبقى عليه حاجة، الشاب بيبقى عليه حاجة. مش عايزة أقول الولد علشان محدش يفتكر، لا لا، الشاب أو الشخص اللي هيتجوز الشاب هيبقى عليه حاجة والشابة هتبقى عليه حاجة عشان يسندوا بعضهم في الجواز. فبتقول كده حالتي المادية كأسرتي كأسرتها هي تحت، وبتقول علشان نقدر حتى نكون بن بن بنعمل فرح او كده، عشان احنا دلوقتي في زمن الكورونا، هي قايله كده احنا في زمن الكورونا فما فيش افراح، ما فيش افراح، افراح اتلغت، المناسبات كلها اتلغت علشان التزاحم، علشان ما فيش افراح. فبتقول انا قررنا كده حتى لو ما فيش فرح مش مشكله، ممكن القرايب بس اللي حوالينا، الناس بس القريبين حوالينا، لكن ارجوكي مدام رانيا بصي لمشكلتي والرجاء مساعدتي فيها ان انا اكون بكمل جهازي. يعني اعتقد ان المشكله دي مش عند مارينا بس، او دي عند بنات كتير، وبالذات دلوقتي كمان ان في شباب كتير قوي فقدوا اشغالهم. يعني هنقول حتى لو مارينا بتشتغل مفيش زي زمان، يعني مفيش، امكانيات اسرتها محدوده جدا، فنفسها قوي قوي اللي احنا نكون كبرنامج يا رب ارحم نبص على مشكلتها ونساعدها. كم حد النهارده حابب يحط ايده في ايدينا عشان نقدر نكون بنساعد مارينا في جهازها؟ الاجهزه الكهربائيه اعتقد اللي عليها، وطبعا العريس عليه طبعا سواء اوضه النوم، محتاجين نكون بنجيب لها حتى لو حاجه او حاجتين من الجهاز الاجهزه اللي عليها. هنقول مثلا البوتاجاز مثلا والثلاجه، او يا ريت الثلاث حاجات. فاكرين لما عملنا قبل كده حلقه في برنامج يا رب ارحم وجهزنا عروسه، وانا افتكرت حاله مارينا كان اسمها ايه الحاله اللي كانت معانا، كان اسمها ميري اعتقد، او جهزناها، باباها بعت لنا كده بيقول انا بشتغل بواب، انا بشتغل حارس عماره، انا بشتغل بواب، وبنتي داخله على جواز. الكلام ده من حوالي سنه ونص او سنتين، بنتي داخله على جواز ومش عارف اجهزها، انا لو في امكانيات ان انا اكون حتى يعني بمسح سلالم العمارات كلها اللي جنبينا انا مش هتاخر. صدقوني قال كده، صدقوني. وطبعا هو سجل معانا في الاول، وبنته الجميله اللي مخطوبه ما رضتش في الاول تسجل علشان برضو ايه الدنيا، بس بتقول كده لما الجهاز راح لها وصورنا معاهم، هي بقى ظهرت في الفيديو لما الجهاز راح، فقالت انا كان لازم اظهر في الفيديو التاني ده،
في التصوير التاني ده علشان اشكر ربنا، لان انا كنت شاكة في محبة ربنا، وكنت شاكة ان ممكن تكون حاجة هديلي، وكنت بقول لبابا استحالة اللي هما يسألوا فينا، استحالة استحالة ما حدش هيكون بيسمع لينا، استحالة. لكن لما شافت الحاجة قدام عينيها مجدت ربنا، وهي بنفسها قعدت تزغرط، وهي بتفتح التلاجة، وهي بتفتح البوتاجاز، الفرن بتاع البوتاجاز، وهي بتفتح الغسالة، كل ده بيأكد تماما ان إلهنا إله حي يقدر يبعت الخبز ويا الغراب. لا يستحيل عليه اي شيء، استحالة. ما كانش مصدقة، لكن لما صدقت انا قالت لازم كنت اطلع. انا كنت مكسوفة في الاول ومش قادرة اتكلم، كانت نفسيتي تعبانة ومتحطمة ومش مكنتش مصدقة، ما كنتش مصدقة عمل ربنا كده وبالسرعة دي. لكن هل يستحيل عن ربي شيء؟ اطلاقا اطلاقا. والزغاريد ده قوي، عايزين نعمل كده مع مارينا، عايزين نعمل كده مع مارينا. مارينا بنوتة عندها 25 سنة ونفسها ترتبط، وقالت حتى مش مهم ده، يعني الكورونا دي جات لنا يمكن هتوفر لنا حاجات كتير، هي قالت كده، اتوفر لنا مصاريف كتير مش مشكلة، بس حتى القرايب اللي حوالينا اهله واهلي والقرايب الفيري كلوز مننا قوي اللي ممكن نكون بنحضر مع بعضينا، طبعا مع الصور طبعا، علشان ده اثبات قوي كمان، مع طبعا الاكليل طبعا في الكنيسة، يعني بيبقى حاجة جميلة قوي صور موجودة. هاي ايه رأيكم؟ يلا نساعد مارينا، يلا نساعدها في الجهاز بتاعها، اللي على قلبه يعمل حاجة معانا امين. الفايبر موجود عندكم، رقم التليفون موجود، رسالة ممكن برضو على من خلال الفيسبوك، من خلال الفايبر، من خلال التليفون، التليفونات برضو موجودة عندكم، تقدر تكونوا بتتابعوا معانا. اتمنى 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 اللي احنا نكون بنفرح عرايس كتيرة في الوقت الجاي، ونسطر بناتنا، اللي دايما اقول الوقت صعب، وفي بنات كتير قوي بتضيع، في بنات كتير بالفعل بتضيع، بتضيع في وسط العالم، في شهوات العالم، بتضيع، بتروح بتسيب، ممكن تسيب اهلها وتمشي جري ورا الخطايا بقى والحاجات اللي انتم حضراتكم عارفينها. لكن ازاي نكون بنصلي لحمايتهم، ونصلي ان ربنا يكون بيدبر لهم او امرهم في الوقت الجاي، وكمان نكون بنساعدهم في الجهاز بتاعتهم، علشان في بنات كتير قوي عايزة تكون بتفرح وتفتح بيت وتتذكر كده احسانات ربنا ومحبته وإيديه القديرة اللي وقفت جنبها. كم واحد هيكون بيشارك معانا في هذه الحالة، وكم واحد هيكون بيصلي من أجل مارينا، كم واحد هيكون بيصلي برنامج يا رب ارحم، كم واحد هيكون بيصلي لنا، ولا احنا كمان بنصلي لكم لكل حد. قناة الطريق، الو، سلام المسيح. سلام المسيح، كيفك يا اخت حنان؟ منيحة، اشتقتلك. اشتقتلك انا كمان، كيفك؟ ايه اخبارك؟ منيحة نشكر يسوع. وازاي اسرائيل؟ احكيلي. منيح. حلوين؟ حلوين زيك. انتي القمر، انتي القمر حبيبتي، انتي العسل، ربنا يخليكي يا قمر. عاملة ايه؟ نشكر الله. نشكر ربنا يا حبيبة قلبي. محتاجة اي طلب صلاة النهاردة؟ حابة تشاركينا بحاجة؟ سلام اجل امي بتعمل عمليه بعينها. حبيبتي حبيبتي باسم يسوع رب يشفيها، عندها ميه بيضه في عينيها. ايوه. حبيبه قلبي باسم يسوع شفا ليها، شفا شفا. امين امين. ماما اسمها ايه عشان احطها دايما معايا في صلواتي؟ عبله. حلوه عبله، الله اسمها جميل. طب خليني اصلي معاكي، خليني اصلي معاكي لماما بسرعه قبل ما نكون بنختم البرنامج.
يا رب يسوع أنا بشكرك يا رب من أجل محبتك الكبيرة، بشكرك من أجل إحسانك، بشكرك من أجل كل حاجة حلوة أنت بتديها لنا وبتعملها عشاننا. يا رب بحط بين إيديك يا رب عبلة، يا رب بين إيديك يا رب الأخت عبلة الآن، يا رب روح لها بزيارة خاصة يا رب، شفاء شفاء الآن لعينيها يا رب من كل مية بيضة موجودة جوه عينيها، تقدر أنت تطهرها يا رب، تقدر أنت تنقي عينيها وتديها وتزرع لها أنت عين جديدة تقدر تشوف، تكون بتشوف بيها في الوقت الجاي. انت صاحب السلطان، انت رب ايديك القوية القديرة اللي تقدر تقول كلمة واحدة فتشفى. يا رب روح لها زيارة خاصة الان في مكانها في بيتها يا رب، في المكان اللي هي قاعدة فيه دلوقتي، واشفيها. حط ايديك يا رب زي ما انت يا رب شفيت الاعمى، شفيت كده وزرعت كده، حطيت طين يا رب على عينيه وخلقت له عين جديدة، تقدر انك تكون بتخلق عين جديدة لأختنا عبلة مامة حنان في اسم الرب يسوع. روح لها الآن زيارة خاصة لي، كل المجد في وسطينا. آمين آمين. حبيبة قلبي حنان بطمنين عليها باسم يسوع، احنا نكون بنحطها برضو معايا في الصلاة في الوقت الجاي. ودايما يا رب نسمع كده طلباتكم. اتمنى كل الناس اللي سمعونا وكل الناس اللي عارفين برنامج، يا رب ارحم كل الناس اللي دايما متابعة معانا، تكلم ناس تانية وتقول لهم على برنامج، يا رب ارحم. تكلم الناس فعلا اللي فعلا 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 اللي هم عارفين اللي هم محتاجين قوي 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 ومحتاجين زيارة مننا وصلوات مننا تقام ليهم في الوقت الجاي. اديهم رقم تليفوننا، اتصلوا بينا ببرنامج يا رب ارحم، يعرضوا معانا الحاله بتاعتهم، يتكلموا عن الحاله المشكله اللي هم عايزين فيها. وامين ربنا يكون بيتدخل مع الجميع ومن يد الرب فاعطينا. اوعى تنسى برنامج يا رب ارحم، اوعى تنسى، اوعى تنسي، اوعى تنسي، لان طول ما انت بتزرعي في الخير ربنا هيوقف لك الخير. طول ما انت بتزرع في حقل ربنا ملكوت ربنا بالخير والرحمة، ربنا يكون بيديلك ويفتح قدامك أبواب لا حصر ليها، ملهاش حصر، ملهاش حدود، لغاية لما تقول كفاية يا رب كفاية. وانا اعرف في ناس كده الرب اديهم خير 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 كتير لغاية لما قالوا له كده كفاية يا رب كفاية. حد يقول كفاية للخير؟ هم من كتر الخير ربنا ادهولهم، لأنهم زرعوا وباركوا ربنا أولا. بارك عمل ربنا وربنا هيديك على حسب قلبك الحلو والطيب. اوعى تنسوا برنامج يا رب ارحم دايما يكون في فكرنا وفي ذهننا، ودايما يكون جوه قلوبنا، ومنساقوش دايما متابعينه مع بعض. إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والميدل إيست، أنا مش عارفة كل واحد بحسب بلده، والساعة 12 بتوقيت كاليفورنيا أمريكا. يا رب دايما نكون في سعادة وهنا، وأتمنى لكم كل خير في الحياة القادمة بمشيئة الرب، وتصبحوا على 1,000,000,000 خير، وكله للخير. دمك الخليقة سجاد البهاء ليك الثناء، انت الرجاء، انت الهدى، ليك الجلال، انت ابرع جمال، اصعب موت وهبت الفداء، اسمك مشير رب قدير،
احلى الملامح قلبي عباه. انت الاله الخالق والكل حماه، قدامك الخليقه والكون سجاه. حبيبي انت يسوعي انت، حبيبي انت يسوعي انت، جوا القلب محفور اسمك يسوع. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صاقرب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبإيدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. See you.